السلام عليكم اخواني اخواتي الكرام، هذا اخوكم سيمو يعود اليكم من جديد. اخواني المشاهدين، قبل ما غادي تشوفوا معايا الفيديو نتاع المحاميه نتاع بنت اخ عادل الميلودي اللي الملقب مرجلي، المهم تبعوا معايا الفيديو كامل باش تشوفوا الحقيقه والتفاصيل الكامله. المهم اللي عمرو شافنا ما عليه غير يضغط على زر الاشتراك ويضغط على زر الجرس باش يوصلوا كل جديد، وشكرا لكم وتحياتي للمتتبعين الاوفياء متسبعين الكرام. المهم اخواني المشاهدين، هاد الانسان هذا اللي ما رحمش هذيك البنت هذيك اللي عندها 22 سنه، هاد الشيء راه ما كيدخلش للعقل، وقدام ولادها دار داك الشيء قدام الاولاد ديالها، وهي كتقول لك واخا يعني ديك الحومه ماشي كيخافوا منه، مانيش عارف بحال هذاك الناس ما خصهاش تخاف منه، يعني كيقول لك واخا في الحومه ديالها يعني كتزقي وكذا، وهذه منا يعني ما جا حتى شي واحد يعني سحبت لهم الناس غير التلفازه ولا شي حاجه. ولكن انا بغيت نوجه لك واحد الرساله، انت كابنه ديالو علاش ما قاومتيش كما كتقولي انت قاومتي وقاومتي، ولكن علاش ما قاومتيش بالصرامه ديالك وبالاخر ديالك وخا بقى فيك عرق يستر، لانك انت مزوجه وعندك وليدات، كي دايره النفسيه تاع ذاك الراجل؟ الله اعلم كي دايره ديك النفسيه ديال ذاك الراجل. يعني شنو صرا؟ ربي هو اللي راه عالم، يعني ربي هو اللي راه عالم بهذا الشيء كامل. ولكن هذا الانسان هذا اللي كما كيقول لك واحد المثل، بنادم يموت على ولاده ولا على بلاده، هذا ما مات لا على ولاده ولا على بلاده. ما فهمتش، قال لك من جات الشرطه العلميه والتقنيه وداروا اخواني المشاهدين داروا العينه ديالهم كما نقولوا، داروا العينه وداروا التجربه ديالهم، قال لك لقاو داك الشيء اللي لداخل اخواني المشاهدين، لقاو فيها لقاو ديالها ديالو. يعني هذا الانسان خصو اشد العقوبات، اشد العقوبات. اللي ما فهمتش كي غادي يخرجوا دوك الاولاد ديالها، داك الراجل ما يقدر يشتتها، يقدر يطلقها، يقدر مانيش عارف. قالت لك اسيدي راه راجلها واقف معاه، المرأة ديالو، ولادو كي غادي يبقاو يشوفوه، المجتمع كي غادي يبقى يشوفوه. راه المجتمع لا يرحم. انا بغيت غير نعرف الناس كيف غادي تبقى تشوف هذاك الانسان، هذاك حوتاله. يعني انا هذاك ما كنحسبوش بنادم، لان كان يخرج في اليوتيوب ويسب الناس ويسب العالم، ما خلى حتى شي واحد. ها هو ضيع السمعه نتاع العائله ديالو، ضيع السمعه لواحد الفنان اللي سميتو عادل الميلودي. هذا اخ عادل الميلودي ضيعها، هو دركي ضيع له حتى السمعه ديالو، ضيع له السمعه بهذا الشيء هذا، بهذا الفعل اللي دارها. نديرو حنا سكران، سكران ويعرف باب دارهم، هذا المثل كيقولوا سكران ويعرف باب دارهم. ما تقولوليش سكران، الناس راها تشرب الغراق، ولكن كتعرف تهضر وكانت واعيه واش كدير. نديرو حنا المهلويسات، يقدر المهلويسات هذا كما كيقول هذا الكناين اللي كياكلهم، يقدر نقول ولا كان كثر ولا كان غايب كان كريم بزاف، نقدر نقول لك ما يعقلش على باه ولا على مو ولا على. ولكن هذا الانسان هذا قالت لك غير الشراب، قالت لك جاب الشراب للدار، قالت لك كان يهضر مع الجار مزيان، يهضر مع الجيران مزيان، يعني واعي على داك الشيء. قال لها ودي نديرو كما كيدير الراجل مع مرتو، راه اي راجل ومع مرا كيديروا هذا الشيء. قال لك شدها حطها، قال لك مارس عليها هاد نيفيا هادي، يعني انت توحشت نيفيا في الحبس، هادشي اللي توحشتو، فهمت؟ وحنا هاد الانسان هذا نطلبوا له اشد العقوبات. اللي واحد الانسانه اللي كيفاش غادي تكون الظروف ديالها مستقبلا، كيفاش غادي تكون بسيشوكمو، كيفاش غادي تكون في العقل ديالها، كيفاش اللي يلا اخي اخواني المشاهدين غادي تحمل منه، تحمل من باه هاد كي غادي يكون هاد الولد اللي راه ديالو اللي خرج بحاله، والله كيما نقولوا هاد الولد هذا اللي راه عنده في الحبس كيفاش غادي يشوف باه؟ هاد المراه ديالها اللي راه مشدوده في الحبس كيفاش غادي تشوف باه؟ يعني هاد الانسان هذا كيبغي الحبس، هو كيجري الحبس، هو كيجري على الحبس، لان كيمشي كيلقى الماكله كيشرب، كاين اللي فيه فيس اخواني المشاهدين، كاين اللي فيه فيس كيمشي للحبس. هادي ديوها معني خو، كاين اللي فيه فيس، كاين اللي بقى ما تصلحلوش برا يبغي يبقى يمشي للحبس حسن، ولكن علاش؟ كيلقاو الماكله والشراب النعاس الاخر، وكيخرج مغول ويزيد يخرج يدير الاخر ويدير الاخر. نطالبو من السلطات، بنادم الى تكتبت عليه الحبس معليش، دخل مظلوم معليش، ولكن باش تبقى تكرار التكرار. هاد الانسان هذا عفوا اللي كيخرج يبقى يسب في اليوتيوب وبقى ما خلى حتى شي واحد. كان صاري واحد المشكل مع عادل الميلودي مع واحد الانسان اللي في كرسيف، هو كان داير بالعاني الملقب، كان داير الوجدي، هو ماشي وجدي وما شرفناش كاع باش يكون وجدي، ولكن باش تمشي نتايا وتسب واحد الحي اللي سميتو لازار اللي اكبر
حيف افريقيا، ولكن راهم الدراري جاوبوك. لان انت لو كنت تمشي لوجده راني قلت لك سالا والرباط، لان الرجال كاين الرجال في وجده وفي الازهر، فهمت سي امو الجيلي؟ هذه رساله مجال. ولكن نتايا ذنوبك، ها شوف ذنوب ديال الاولادك وديال مراتك وديال الاخ، انت شوف ربي مين بغى يفضح. يعني انا ما بغي، انا نديرو حنا واحد القضيه، هاد الانسانه كاين اللي يخاف من فضيحة اخواني المشاهدين، تقول لك اودي باها وقع فيها، باها وقع فيها، وهي كتخرج وكتصرح بانها بالوجه ديالها كتقول لهم. يعني هادي عندها الجراه. انا كنبغي بحال هاد الناس اللي صرات لهم بحال هاد الشيء ما يحشموش، راه كاين بزاف ما يحشموش يخرجوا داكشي باش يخرج لهم من القلب، يقول لهم. فهمتوا اخواني المشاهدين واش بغيت نوصل لكم هذه الرساله؟ لان راه شحال من واحد عليه الضغط يقول لك اودي لا هذه الفضيحه وغادي تفضحي راسك، وشوف المجتمع كي غادي يشوفك. لا بالعكس، ربي راه بغى يفضح هادشي، خرجي وهضري وقولي. الا كان هادشي بصح راه خصنا نطالبوا باقصى العقوبات، تبقى في الحبس تما، لانك انت ما عندكش، انت غادي تخرج شكون اللي غادي يبقى يشوف فيك هكذا؟ شكون اللي ما غاديش يبقاو يديروا فيك الثقه؟ مرتك غادي كلشي غادي ربي راه بغاك تبقى في الزنقه مشرد، لانك انت لحمك ودمك ما رحمتوش، عاد غادي ترحم شي واحد. نطالب من السيد الحموشي ومن القضاء المغربي يعطيه اقصى العقوبات، لانه واخا الاخ ديال عادل الميلودي ما غاديش ما يبقاش في الحال، لان هذاك الانسان كان يطعن فيك حتى انت وحتى في المراه ديالك، وخطر يولي معاك خطر يولي ضدك. المهم هذه هي الحقيقه، تحياتي لكم، ما تنساوش ديروا اشتراك بالقناه وتضغطوا على زر الجرس باش تشوفوا جديد، وتحياتي لكم، فيديو قادم ان شاء الله. باغا استاذ ماذا تقرر في الملف؟ تقرر سميتو باغا تعيش في الجلسه وتحال على السيد القاضي تقرر. نعم استاذ. نهار الاثنين ان شاء الله غناخذ نصوروا المحضر وغتكون تعيين ديال الجلسه. ان شاء الله استاذ. وهذا رتب تعليل ان جا لاديان تثبت بان الوالد ديالها هو اللي اغتصبها، لان دارت عن طريق الشرطه العلميه. نعم استاذه. وانتم شنو كطالبوا كمدافعين كمحاميه ديال الضحيه؟ كمحاميه ديال الضحيه كندير ليا الدرس عبد الحمد بالدار المرض النفسي، ولات كتعاني من المرض النفسي النفسي والاكتئاب، وكيفاش المواجهه ديالها مع المجتمع، وكيفاش المواجهه مع ديال الزوج ديالها، هي مجوزه عندها جوج وليدات، ما فهمتش كيفاش غيكون الحكم ديال هذا. وحسب صريح زينا المحارم، راه ماشي اغتصاب عادي، هذه راه زينا المحارم، خاصو اقصى العقوبات. وحسب تصريحها مارس عليها قدام وليداتها. مارس عليها قدام وليداتها، وكيقول لك الانسان كيموت غير على ولادو ولا على بلادو، وهذا الانسان ما مات لا على بلادو لا على ولادو، هذا الانسان خاصو اقصى العقوبات، هو اللي كنتمنى له. واخا نبيله بنتي شحال عندك من عام؟ عطاها استاذه. 21. عندك 21 عام، وانت كتاكدي من هذا المنبر ان الاب ديالك اغتصبك؟ واش ما حاولتيش تقاومي؟ هو كان سكران يعني كنتي تقدري تهربي؟ ودفعني وطيره، اصلا كلشي كيخاف من تما، واخا يسمعوا حتى واحد ما يطلع. ساعد ولك ساعد ثلاثة الصباح، كلشي تيخاف منه تما. كيفاش دايره السمعة ديالو تما كاينة؟ 24 صديق عليا. شحال شحال كيدخل الحبس بزاف؟ كيدخل الحبس بزاف، ودخل اليوتيوب كتبنا مول الجيلي. الاب ديالك هو الملقب مول الجيلي. هادشي وصل للعائلة ديالك؟ وصل لعمامك؟ وصل لعماتك؟ عماتي وعمامي قالوا لي نكري. عمامك كلهم قالوا لك نكري؟ شكون في عمامك اللي قال لك نكري؟ عمتي، جوج عماتي، عمتي موني وعمتي شونيش قالوا لي نكري. ملي شفتهم البارح، ملي جاو عندي لقاوني مريضة ناعسة، ملي جاو عندي. وبالنسبة لعمامك تواصلتي معاهم في التليفون؟ قالوا لي غيجيو عندي اليوم. شكون عمامك اللي تواصلتي معاهم؟ كنت متواصلة مع شي واحد، كاين عمي هنايا في المدينة ولكن ما جاش. ما جا وقف معاك حتى واحد؟ شكون جا عندك في عائلتك دابا وقف معاك ولا شافك؟ هو راجل اختك اللي في الحبس. واخا بنتي شنو كطالبي؟ شنو بغيتي؟ تلاقيتي به؟ تواجهتي معاه اليوم؟